مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة حادثة استهداف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في مأرب. قالت الحكومة إن ميليشيا الحوثي استهدفت محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح بمحافظة مأرب. جاء ذلك في بيان لوزارة النفط والمعادن اعتبرت فيه الاستهداف عملا إجراميا وتخريبيا وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة. وناشدت الوزارة الجيش والأمن العمل على تأمين كافة الشركات والمنشآت النفطية والغازية واتخاذ الاحتياطات والتدابير الممكنة لضمان سلامتها. كما حملت أيضا الوزارة الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية، حملتهم مسؤولية العمل على وضع حد لهذه الجرائم. أما المتحدث باسم قوات ميليشيا الحوثي فقال إن الميليشيا ليست المسؤولة عن الاستهداف في محاولة منها على ما يبدو للتهرب أو لخلط الأوراق. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في ثلاثة محاور: ما أبعاد ودلالات استهداف المنشأة النفطية في مأرب؟ ولماذا تنفي ميليشيا الحوثي التهمة عن نفسها؟ وما خيارات الشرعية بعد اقتراب الحوثيين من المنشآت الحيوية في مأرب؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. في مسعى منها لتضييق الخناق على مأرب، استهدفت ميليشيا الحوثي محطة الضخ النفطية. وقالت وزارة النفط والمعادن إن إحدى المحطات الخاصة بأنبوب صافر النفطي تعرضت لهجوم إرهابي. الهجوم الحوثي طال محطة ضخ النفط عبر أنبوب صافر الواقع في منطقة صرواح في عمل وصفته وزارة النفط في بيان لها بالتخريبي، والذي يهدف لاستنزاف مقدرات الدولة وممتلكات الشعب اليمني. الوزارة في بيانها أكدت أن الضربة التدميرية للمحطة النفطية أتت في إطار سياسة الميليشيا الإنقلابية لخلط الأوراق سعياً منها لإفشال جهود التسوية، وتأكيداً على سلوكها المستمر في نقض العهود الدولية. الاعتداء على المحطة النفطية بصرواح يعد وفق بيان الوزارة ناقوس خطر قادم على مأرب ومكتسباتها، ما يضع الجيش الوطني والتحالف أمام مهمة تأمين الشركات النفطية وأنابيب الغاز. الهجوم الحوثي أتى بعد معارك عنيفة غرب مأرب تصدى فيها الجيش لمحاولات ميليشيا الحوثي السيطرة على مناطق استراتيجية في صرواح، بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش في جبال هيلان، وهو ما يفرض من خصوم الحوثي توحيد جهودهم في دعم الجيش الذي يحتاج لقرار سياسي موحد وجاد يضمن الدعم العسكري واللوجستي المستمر. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الواحد العوبلي من كوالالمبور، الباحث في الشأن الاقتصادي. أهلا بك سيد عبد الواحد معنا. أهلا وسهلا، مساءكم سعيد جميعا. أهلا بك. بداية، ما أثر أو ما حجم اعتماد الدولة على مثل هكذا محطة أو أنبوب نفطي؟ دعني في البداية أعطيك والمشاهد الكريم نبذة بسيطة عن المحطة. المحطة BS2 الواقعة في منطقة كوفا مديرية صرواح بمحافظة مأرب هي واحدة من خمس محطات لشركة صافر على خط الأنبوب. أول هذه المحطات هي المحطة المركزية في وحدة الإنتاج الرئيسية للشركة. ثم تأتي هذه المحطة، محطة BS2 في منطقة كوفا، والتي تضخ النفط داخل الأنبوب الذي يمتد بطول 430 كيلو ويصل ما بين حقول قطاع 18 صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسى العائم في البحر الأحمر غرب البلاد. والمحطة الأخرى هي محطة CRS3 الواقعة في منطقة خولان العريش، لتأتي بعد ذلك محطة تخفيف الضغط PRS1 في منطقة الشرق بمحافظة ريما، والمحطة الأخيرة هي محطة PRS2 في منطقة رأس عيسى لتخفيف الضغط قبل أن يصل النفط الخام إلى ميناء التصدير العائم. تحتوي محطة PS2 التي تعرضت للقصف يوم أمس بقذائف مدفعية ميليشيا الحوثي على مضخات لضخ النفط الخام، بالإضافة إلى مولدات كهربائية ومخازن للديزل وبعض قطع الغيار، بالإضافة إلى سكن العمال
الذي يتكون من حوالي 10 كرفانات وحمامات ومسجد وصالة ترفيه، وتعد هذه المحطة هي المحطة الرئيسية لصيانة الأنبوب، وفيها تتواجد مخازن معدات وأدوات وقطع إصلاح أنبوب النفط الخام. نعم. والمحطة طبعا متوقفة تماما عن العمل منذ العام 2015 حينما تم تعليق عمليات ضخ النفط عبر الأنبوب الموصل إلى رأس عيسى، وتم استبدال الضخ عبر أنبوب شبوة الموصل إلى ميناء النشيمة النفطي. طبعا أمس الحريق اندلع في الجزء الخاص بسكن العمال، وبحكم أن قصف مدفعية الحوثيين استمر لفترة طويلة على المحطة، فهذا حال دون تمكن فرق الإطفاء من القيام بعمليات الإطفاء، الأمر الذي تسبب في استمرار الحريق حتى فجر يومنا الأحد، مما أدى إلى التهام الحريق للجزء الخاص بسكن العمال بشكل كامل، كما وصل المقذوف إلى حد المخازن الذي فيه بعض قطع الغيار، وتضرر نعم. المولد الكهربائي، وبفضل الله لم يكن هناك نعم سيد عبد أي الواحد، إصابات بشرية بفضل أن المحطة خالية ولا يوجد فيها عمال. دعنا نشرك السيد عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب، ينضم إلينا من مأرب ليشركنا أو ليشاركنا تحليل هذا الهجوم أو هذا الاستهداف وأبعاده. سيد عبد ربه مفتاح، يعني هل كنتم تتوقعون هجوما مثل هذا؟ وكما يقول السيد عبد الواحد المحطة متوقفة منذ 2015. مساء الخير لك وللمشاهد جميعا في الوطن وخارج الوطن. في الحقيقة الميليشيات الحوثية الإيرانية هذا ديدنها، وهي دمرت الاقتصاد اليمني منذ أول وهلة، ومنعت تصدير المشتقات النفطية التي كانت في رأس عيسى. والميليشيات هي اليوم بعد أن خسرت خسائر كبيرة من الأرتال التي أرسلتها للانضباط على محافظة مأرب، وليس الهدف هو الانضباط على محافظة مأرب، إنما الهدف هو تدمير ما تبقى لهذا الشعب اليمني. اليوم محطة كوفل أو التصدير الذي هو المحطة الذي تدفع إلى المحطات الأخرى حتى يصل إلى رأس عيسى هو اقتصاد أبناء الشعب اليمني، والميليشيات اليوم استهدافها له هو استهداف لأبناء الشعب اليمني وللمقومات الاقتصادية التي تبدت لهذا الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه يستمد كل المشتقات النفطية، وعلى سبيل المثال الغاز كل المحافظات سواء المحررة أو غير المحررة يذهب وبالسعر الرسمي. ولذلك عندما نرى اليوم الهجوم على هذه المحطة ومتوقف الضغط، وإنما يدل على النوايا الخبيثة التي تحملها الميليشيات لتدمير الوطن وتدمير كل ما يكون مساعد لاقتصاد الوطن، وهي تعرف تمام المعرفة إنها لن تدخل مأرب. اليوم مأرب أبناء مأرب وأبناء الشعب اليمني بكل توجهاتهم سيدافعون، وبإذن الله عز وجل سيندفعون لتحرير صنعاء وصعدة وجميع المحافظات اليمنية التي لا زالت تحت وطأة الميليشيات. إنما نقول إن هذا الاستهداف في هذا الوقت هم سيستهدفون كل مقومات، والميليشيات أتت ودمرت كل شيء، دمرت الطب، دمرت الصحة، دمرت كل المقومات التي سيد مفتاح لا زالت لهذا الوطن. آخر مقوم هو الاقتصاد، هي تريد أن أبناء الشعب اليمني وحرائر اليمن أن يعودوا ليحتطبوا. نعم. هم يريدون أن يدمروا كل شيء، ولذلك مصفات كوفل التي هي منذ 2015 متوقفة، الدلالة الكبرى على استهداف الحوثيين هي الخسائر. سيد مفتاح دعنا نتوقف هنا في مديرية صرواح. نحن الآن نتحدث أن الميليشيا الحوثية استهدفت هذه المحطة، وهناك قبل ساعات على صفحة الناطق باسم قوات الميليشيا الصفحة الرسمية يحيى سريع ينفي هذا الاستهداف، كيف تفسرون هذا النفي مع أنهم يعني اعترفوا بهجمات سابقة؟
هم في الحقيقة هم يحاولوا أن طبعا هم يكذبون كما يتنفسون، وهذا ليس بجديد أن ينكروا، ولكن وسائل الإعلام هي كانت موجودة وكانت تصور الصواريخ التي استهدفت المحطة، وهذه موثقة، ولا يستطيع الناطق الرسمي أو غيره أن يكذب على أبناء الشعب اليمني. اليوم هذه شاهدة، لم يأتي أي قصف لها من 2015، وعندما تلقت هذه الميليشيات خسائرها الفادحة في صرواح وفي الجوف، هي اليوم تستهدف مقومات الوطن، ولذلك ما كيف ينكرون وهم استهدفها، والإعلام يصور في لحظات انطلاق صواريخهم التي استهدفت هذه المحطة. نعم. فهذا ديدنهم، وهم يريدون أن يقول الشعب اليمني نحن لا نستهدف، وهم يستهدفون. هم في الأول والأخير يستهدفوا الوطن بكله وبكل مقومات الاقتصاد اليمني، يريدون أن يرجع أبناء الشعب اليمني إلى ما قبل عام 1962، يتقطرنوا ويحتطبوا الحطب ويدمروا الاقتصاد. لكن أنا أقول في الحقيقة أبناء الشعب اليمني اليوم لهم بالمرصاد، أبناء الشعب اليمني اليوم اصطفوا بكل توجهاتهم واتجاهاتهم، وكشف القناع والهدف لهذه الميليشيات، ما الذي تهدفه وما الذي تريده من الشعب اليمني. هي تريد شعب أن يعود إلى ما بالحمامة، تريد شعب أن يظل يحبب ركبهم ويعود أيضا إلى شعب لا يمتلك أي مقومات اقتصادية. هذا هدف الميليشيات وديدنها، وأكبر شاهد هو استهدافهم إذن أنتم لمحطة كوفل، المحطة الاقتصادية التي هي اليوم هي من مقومات الاقتصاد اليمني. هم نعم. يعرفون أن سيد عبد ربه، إذن أنتم كسلطة سيحاربونهم وسيقضون عليهم، وستكون هذه المقومات أنتم الاقتصادية نعم سيد عبد ربه تنهض بالوطن. ليعاقب هنا، أنتم يعني كسلطة محلية في مأرب تؤكدون أن وراء هذا الاستهداف ميليشيا الحوثي. أعود إليك سيد عبد الواحد العوبلي، هل يحتمل اقتصاد الدولة، اقتصاد اليمني يحتمل مثل هكذا استهداف؟ بالتأكيد زي ما ذكر الدكتور عبد ربه مفتاح، أن هذه الجماعة الانقلابية هي جماعة مارقة لا تحترم مقدرات البلد ولا تعنيها ثرواتها، ولا وهي تتعامل مع هذه الأصول كدروع للابتزاز وكرهائن لاستخدامها لأغراضهم، بحكم أنهم منوا بخسائر كبيرة في اليومين أو الأيام القليلة الماضية في معاركهم أمام في مأرب، وبالتالي هم يستهدفون هذه المؤسسات أو هذه المنشآت الحيوية الخاصة بالشعب اليمني لابتزاز الجيش الوطني ومحاولة إثناءه عن مهمته في طرد ودحر الميليشيا الانقلابية. سيد عبد الواحد، أنت قلت أن هذه المحطة ناحية. نعم، أنت قلت أن هذه المحطة متوقفة منذ 2015، هل من الضروري معالجة أضرار هذا الاستهداف مع أنها متوقفة؟ بالتأكيد المحطة يعني السؤال هنا ما أضرار هذا الاستهداف على إنتاج النفط في مأرب؟ يجب أن تظل فيها. نعم، السؤال هنا ما أضرار هذا الاستهداف على إنتاج النفط في مأرب؟ يعني في الوضع الراهن لا يوجد أضرار على إنتاج النفط، بحكم أنه النفط يتم تصديره عبر شبوة، ولكن هذا الأنبوب كلف الدولة مئات الملايين من الدولارات، والمفترض أنه بمجرد انتهاء الحرب يستأنف تصدير النفط عبر هذا الأنبوب إلى ميناء رأس عيسى وتعود الأمور كما كانت. ولكن أن يستهدف الحوثيين هذه المحطة معناتهم أنهم يريدون أن لا تعود البلد إلى ما كانت عليه، ويريدون قبل مغادرتهم المشهد وقبل أن تنتهي هذه الجماعة الانقلابية أن يدمروا كل ما بناه الشعب اليمني طوال العقود. فهم بيخططوا لما بعد انتهاء دولتهم الصغيرة والقصيرة العمر، بأن لا يجد اليمنيين ما يمكنهم من استئناف عمليات التنمية
بعد الانتهاء من هذه نعم، الجماعة ابقى الانقلابية معي، المارقة. ابقى معي سيد عبد الواحد، اشرك معي، نشرك معنا الآن من القاهرة عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. أهلا بك سيد عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. ما دلالات هذا الاستهداف في مثل هذا التوقيت؟ أعتقد أننا جميعا نعرف أن جماعة الحوثي هي عصابات لتجارة النفط أصلا، بعد أن شلت شركة النفط تحول هؤلاء إلى تجار النفط في مناطق سيطرتهم، خصوصا المكتب السياسي لما يعرف بعصابة أنصار الله. هذه العصابة اليوم أمام تهديد بانخفاض الأسعار، ولديهم مخزون كبير من كميات النفط، كانوا يعتقدون أن الاستهداف سوف يعطيهم مبرر أن تبقى أسعار المشتقات مرتفعة، خصوصا أنها أعلنت انخفاضا في السعر هذا من الناحية الاقتصادية. هذا أولا. وأما من الناحية الثانية، فقد كان الحوثيين مصورون لأنصارهم في كافة المناطق ولأيضا مؤيديهم في المنطقة والإقليم أن مارب قاب قوسين أو أدنى من السقوط، لكن فقدانهم لهيلان كاملا وتقدم قوات الشرعية على هذا المكان وانعكاس العملية عكسية عليهم وتقهقراتهم وخسائرهم الفادحة في الجوف وفي مارب وأيضا الضربات التي تلقوها في الحديدة، كل هذه المسائل تحتاج نصرا معنويا، فهاجموا هذه المحطة المتوقفة لهذا الهدف الأساسي وهو تحقيق نصر معنوي يجعلهم أصحاب اليد الطولة كما إن كان تصورهم نعم سيد عبد الهادي، إعلامهم ومكاتبهم في أوروبا تصور أنهم أصحاب اليد الطولة، ومع الأسف وبعض الأطراف الحمقى أيضا والمتآمر من الأطراف الداخلية التي تراهن على هذه العصابة وتعتبرها احتياطا استراتيجي لنصرتها أو لفرض تفاوضاتها وشروطها المخزية على نعم. شرعيتها وعلى القوى الحية فيها. سيد عبد الهادي، أنت هنا تقول أن هذا الاستهداف تعويضا لما حصل لهم في هيلان وفي صرواح بشكل عام، ولكن هناك نفي من قبل المتحدث باسم قوات الميليشيا لهذا الاستهداف، كيف تفسر ذلك؟ هذا النفي اساسا، الحوثيون متورطون باستهداف المملكه العربيه السعوديه بالصواريخ في الفتره الاخيره، واليوم استهدافهم للنفط في ظل التهاوي الكبير في اسعار النفط وامام الجائحه الدوليه في هذا الوضع وتهاوي اسعار النفط الى ادنى حد، هذا يعمل عمليه عكسيه في مساله السوق الدوليه للنفط ويؤثر عليها، حتى وإن كانت أسعار النفط قد هوت إلى قرابة الـ20 دولار، ومع هذا فإن الحوثيين يخافون ردة الفعل الدولية من بعض الأطراف التي قد تمارس ضغطا قويا على الحاضنة القذرة لهؤلاء في إيران، وبالتالي هم الآن أيضا دخل الحوثي مرحلة الضعف، أي أن علينا أن نتصور أنه اليوم قصف السجن المركزي في تعز، قصف واستهدف قسم النساء، استهدفه بقذائف مباشرة، بمعنى أن الحوثي انجر إلى ارتكاب جرائم حرب. مع هذا لم تتجرأ المنظمات التي أغلبها تتبع بالأسف الشديد رضي المتوكل والعصابات القائمة في صنعاء أمل الباشا ومن على شلتها، نعم أو ما نسميه نعم بجيش الرديف الإنساني، سيد الرديف الإنساني السياسي التابع لهذه الجماعة، لن يحرك ساكنا، وقبل 3 أيام عاشونا حالة رعب على الخيول التي كانت في كلية الشرطة والتي قد استبدلها الحوثي، وما بقى كاد أن يموت جوعا نعم تحت سيد عبد الهادي، سيطرة هذه العصابة. ابقى معي. وبالتالي هنا نحن أمام معركة، أو هذه المعركة الأخيرة للحوثي، أو أشبه ما تسمى بمرحلة الصواريخ الألمانية من الدرجة الثانية أو F2 التي كانت بداية النهاية نعم للألمان في أوروبا. سيد عبد الهادي، ابقى معي لأسأل عبد ربه مفتاح. سيد عبد ربه، ما خياراتكم كسلطة في مأرب بعد هذا الاستهداف، سواء كان هذا الاستهداف من قبل ميليشيا الحوثي أو من قبل جهة أخرى في ظل نفي الحوثيين لهذا الاستهداف؟ لا يهمنا نفي أو إجراء الميليشيات
يعرف القاضي الثاني وساند عند امكان في النحر الذي يستهدف محطه كوفل. السلطه المحليه اليوم في محافظه مأرب لا يتجزا من المحافظات المحتله تقدم خدمه وتدافع عن ما تبقى لهذا الوطن. سيصان الوطن، لكن ابشركم وابشر المشاهد الميليشيات اليوم تنتحر على اسوار صرواح، وستسمعون في الايام القادمه بشرى ساره ابناء الشعب كان في محافظه مأرب او في محافظه الجوفه التي ابت الميليشيات الا ان تنتحر فيها. اليوم الميليشيات محطة كوفل هي تغطي على هزائمها. نحن في السلطة المحلية قصف محطة على المستجدات النفطية والغاز الذي يتدفق أبناء الشعب اليمني، وهذا مشكل الشعب اليمني. هذه المحطة هي كلفت ملايين الدولارات من عرق أبناء الشعب اليمني. فاليوم الميليشيات هذا بينها، هي تعرف انها تنتحر وانها في الرمق الاخير، فهي تريد تدمر كل شيء في هذا الوطن. وخير دليل بالامس قصف محطه كوفل. نعم. الميليشيات كل ما منيت بخسائر كبيره هي تستهدف الوطن، وهي منذ اول يوم من اول مهله تستهدف الوطن. السلطه المحليه ستستمر في تقديم خدمات لابناء الجمهوريه دون استثناء، والميليشيات ستندح وسيعود أبناء الشعب اليمني إلى وطنهم الذي ينشدوه وإلى بخريطة الحوار الوطني وإلى الأقاليم. اليوم أبناء الشعب اليمني إلى جانب جنبا إلى جنب في محافظة مأرب للدفاع عن الوطن، وبإذن الله عز وجل ستكون هناك أخبار سارة في الأيام القادمة. أبناء الشعب اليمني عرفوا اليوم بكل توجهاتهم واتجاهاتهم، هم الآن في هذه اللحظات يدافعون وسيندفعون نحو صنعاء حتى يتم إبعاد هذه الميليشيات التي دمرت الوطن. أشكرك سيد عبد الرب مفتاح وكيل محافظة مأرب، كنت معنا من مأرب. وأعود إليك سيد عبد الواحد، يعني كيف أنت تقول هناك ضرورة لمعالجة هذه الأضرار الناتجة عن هذا الاستهداف؟ إلى ما ستلجأ الدولة لمعالجة هذه الأضرار وأنت تتحدث عن اقتصاد متدهور؟ الاقتصاد المتدهور لا يعني أن نستغني عن واحد من أهم مصادر الدخل للبلد. أنت لا تستطيع أن تحسن اقتصادك ما لم تحصل على إيراداتك القادمة من النفط. ومع ذلك هذه المحطة هي جزء من منظومة تصدير النفط الخاصة بشركة صافر، ويجب أن تكون في الجاهزية في أي وقت لتتمكن الشركة من استئناف تصدير النفط بمجرد القضاء على هذه الميليشيا الحوثية الانقلابية. فالموضوع يتعلق بالاقتصاد وبإيرادات البلد. طالما ونريد هذه الإيرادات، إذن يجب أن نقوم بصيانة وإصلاح وإعادة هذه الأصول إلى حالتها الطبيعية لتتمكن من القيام بعملها الطبيعي. نعم سيد عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من كوالالمبور، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد عبد الهادي العزعزي، يعني لم نشهد أي تصريح إلى الآن أو أي يعني حتى تغريدة من قبل الحكومة الشرعية أو التحالف إزاء هذا الاستهداف، كيف تفسر ذلك أو ما معنى هذا في هذا التوقيت بالذات؟ يبدو أن التحالف والحكومة الشرعية قرروا أن يكون الرد ميدانيا وليس سياسيا، ويبدو أن هنالك إجراءات عسكرية وإجراءات سياسية قد تتخذ فيما يخص الجماعة. لكن ما أود التنويه إليه أن جماعة الحوثي وهذه الجماعة تاريخيا التي تتقدم من صعدة سواء مر باسم الأئمة الزيديين أو غيرهم، لا تتقدم إلا عندما تفرض على البلد خياران، الحرب الأهلية والمجاعات. فهي تستهدف كل مقدرات الشعب اليمني، كل ما أمامها لتفرض خياريه، وهما خيار المجاعة والحرب الأهلية، لكي
تتمدد وتستمر. ومع الأسف الشديد ما نطلبه الآن أن يتم أولا الحركة الداخلية من كافة المنظمات فيما يخص استهداف البنية الاقتصادية واستهداف السجن المركزي في تعز واستهداف المدنيين. على مدار أسبوع الميليشيات تستهدف قلب مدينة تعز وقلب المناطق الأخرى تستهدف البنية. وبالتالي أتمنى من كافة المنظمات الحقوقية التي تبلغ عددها في الجمهورية اليمنية أكثر من 15,000 منظمة على الأقل أن تتحرك. تلك المنظمات التي كانت يوما ما أقامت الدنيا وأقعدتها عندما جرت تعرض لأحد القناصة، يعني هما المسألة رجلا يقتل الآخرين، فعندما قتل أقام هؤلاء الدنيا وقعدوها وكل يوم يقودون لنا معركة أو غيرها في تعز. اليوم أتمنى من الإخوة الناشطين في تعز أن لا يوقفوا تشدقهم وأن يكون لهم موقفا في منتهى الإنسانية. هؤلاء محتجزين في السجن ونساء أيضا. فأما الذي وأمام هذا الوضع، أما الحوثي فيجب أن يعي الجميع أن المواجهة مع الحوثي لن تكون سوى بالمعابر كما قال هو أكثر من مرة بالرصاص، وهم أساسا جماعة عسكرية لا تؤمن إلا بالقوة. الأهم هنا سيد عبد الهادي، ما المطلوب من الحكومة الشرعية في هذا التوقيت وبعد هذا الاستهداف؟ المطلوب من الحكومة الشرعية تعزيز قواتها العسكرية والتركيز على صنعاء، إذ لا حل ولا أمل إلا تعليق ما عرف باتفاق الحديدة وتعليق أي تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الجماعة ودفع إمكانياتها العسكرية في هذا الظرف، الظرف الدولي الذي يسمح لهم بالحركة إن أرادوا إنهاء هذه المأساة. وأعتقد أن أي جهود أخرى سوف تكون عديمة القيمة. أخيرا، ما السيناريو القادم في المشهد اليمني؟ السيناريو القادم، نحن أمام وضعين، البلد لا تحتمل قوتان، هذه القوة يجب أن تنتهي وهي لن تنتهي إلا عسكريا. هذه جماعة انتحارية مجموعة من المراهقين والذين تسللوا على حين غفلة في ظل انشغال كل القوى بصراعات بينية قذرة فيما بينها البين أدت إلى إسقاط الجمهورية وانتحارها وانتحار مشروع دولة لستين على أكثر من 65 عام جرى تدمير مقدرات الشعب اليمني. أعتقد أننا جميعا مطلوب منا موقف واحد هو التكالب للخلاص من هذا الوباء المسمى بعصابة الحوثي. المحلل السياسي كنت معنا من القاهرة السيد عبد الهادي العزعزي، شكرا جزيلا لك. وفي نهاية هذه الحلقة أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.